اهلا وسهلا بكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله وهي فقره فنيه لنلقي الضوء بشكل فني على المستوى المنتخبات الافريقيه اللي بتشارك في هذه البطوله. كل المنتخبات ما لعبتش لسه، ما انتهيناش من الجوله الاولى للبطوله الافريقيه، كان مصر 2019، لكن في ملامح ظهرت في عدد من المباريات. المجموعه الاولى اختتمت، المجموعه الثانيه ايضا، والمجموعه الثالثه بتقام حاليا دلوقتي مباراه الجزائر وكينيا، وانتهت مباراه السنغال بالفوز على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء. يعني ظهرت ملامح حوالي 60-70% من المنتخبات المشاركه في البطوله الافريقيه. لكن لالقاء الضوء على كل هذه التفاصيل الفنيه بيشرفني وبينورني في هذه الفقره الحواريه كابتن محمد الزيات، احد مدافعي النادي الاهلي السابقين، وايضا لعب في صفوف نادي انبي لفتره، لكن بالتاكيد النهارده منورنا وبشرفنا في قناه النادي الاهلي. كابتن زيات منورنا واهلا بيك. منورك يا سعيد، وليا الشرف ان انا اكون متواجد معاك للمره الثانيه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. مختفي عننا فين؟ بقالك فتره كده من الظهر. موجود اهو والله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. رايك كيف في البطوله الافريقيه؟ المستوى الفني للمنتخبات، اتلعب ما يقرب من حوالي 6-7 مباريات حتى الان، شايف المستوى ازاي؟ المستوى انا شايف الواقع قوي جدا. مفيش فرقه في بطوله افريقيا ضعيفه، مفيش لغايه دلوقتي، ما حتى مدغشقر كانت بتلعب امبارح اتعادلت امبارح تعادل كبير وكانوا كسبانين 2-1، وده تقريبا اول مره يشاركوا. مفيش فرقه ضعيفه، مفيش فرقه في افريقيا ضعيفه، لان اغلبهم بيبقوا محترفين، فالموضوع معاهم بيبقى فيه سنه قوه، وبتشوف معاك محترف او اثنين او ثلاثه في الملعب. زمان احنا كنا في مصر لما يبقى فيه واحد او اثنين محترفين معانا بنبقى فرحانين جدا، دلوقتي ثلاث ارباع افريقيا محترفين بالظبط، فالموضوع بقى صعب. بطوله صعبه مش سهله. البطولة صعبة. طبعا. صعوبة البطولة بدأت من الدور التمهيدي ولا البطولة بجد تتفرج عليها من دور التمانين؟ أنا يمكن أول مرة أشوف الناس في الشارع بتتفرج على كل الماتشات. كل المباريات. والله العظيم، يعني مثلا كل ما أمشي ألاقي حد فاتح ماتش، مثلا يعني ماتش النهاردة المغرب، ناس كتير في الشارع بتتفرج عليه. فاتحينه بيتفرجوا عليه. ماتش كان ماتش مين يا رب اللي هو الظهر؟ ما هو كان المغرب 4:30. اللي بعديه كان السنغال وتنزانيا. والسنغال وتنزانيا ناس برضو اتفرج عليه وانا جاي لك دلوقتي. فالموضوع في مصر دلوقتي بقى مختلف. زمان كنا نتفرج على ماتشات منتخب مصر بس، دلوقتي لا، اي ماتش بيتلعب بيتفرج عليه. فده نجاح للبطوله. نجاح للبطوله. كانت ناقصه بقى تفتح المدرجات للجماهير، اللي هي الماتشات الثانيه مش الماتشات بتاعت منتخب مصر. لان صعب ان الناس تملى مدرجات السادات لفرق مش ما عندهمش جماهير هنا. ممكن الفرق العربيه يبقى لها جماهير هنا، لكن الفرق الافريقيه مش هتلاقي لها جماهير. كنت افتح المدرجات، سهل لهم الاجراءات. فنتمنى من الناس المنظمه ان هم يتداركوا الموضوع. اكيد لو في سلبيه ممكن خلال الساعات القادمه يكون فيها حل اكيد وترتيب للجزئيه دي. نتمنى عشان بس منظر البلد يبقى احسن ان شاء الله. طيب تعليقك على مباراه منتخب مصر الاولى امام زيمبابوي في حفل الافتتاح. لغايه اللحظه دي الكل بينتقد على اداء المنتخب والشكل الفني. انا مش قلت اسباب، انا قلت ممكن تكون عوامل ليها دور في البدايه او حمى البدايه زي ما بيقولوا، وده ظهر النهارده حتى مع المنتخب المغربي، ممكن ما يظهرش مع منتخبات اخرى، ان السنغال بدا بشكل قوي. لكن تعليقك انت على المستوى الفني كلاعب كمان، تقييمك للجزئيه دي ازاي؟ هو احنا كان ممكن نبقى افضل من كده بكتير بكتير. اولا لعيبه كتير كانوا اوف اليوم ده، ما تعرفش بقى ضغط عصبي، رهبه، اكيد مش رهبه لان اللعيبه كلها تقيله مش لعيبه صغيره، بس هو كان منظر عام وحش. المنظر العام كان منتخب مصر مش مقنع بصراحه. نني ما كانش في مستواه، عبد الله ما كانش في مستواه، اللعب فردي في اغلب الاوقات، يعني مش عايزين نقول نرجسي بس كان لعب فردي شويه، كل واحد بيعتمد على نفسه. نني برده ما كانش دور واضح خالص، كان خط الظهر عندنا كان الحمد لله كان كويس. تغييرات اللي نزلت كانت بطريقه غريبه جدا، انت وصلت الملعب في الاخر ان اي كره مشتركه عاليه مش ليك اخر ربع ساعه او اخر 20 دقيقه بالذات، مفيش غير كره واحده بس انت رحت بيها بصراحه اللي هي الكره الطويله اللي صلاح سبق الناس فيها، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تروح بيها. لكن بتلعب بكل العناصر قدام في اخر تلت ساعه، بنيتهم الجسمانيه قليله مش اقوياء او مش تيكوف، فاصبح اي كره عاليه مش في صالحك. بعد ما مروان خرج ينزل فيرو برضه يخبط يعمل محطه للناس، وصلاح كان بيلعب عليه اثنين طول الماتش او واحد لازق فيه، فما كانش هيقدر يعمل الكلام ده لوحده، هو صلاح ياخد في المساحات لان يسبق اي حد في المساحات. لاحظت في المباراه دي كان بينزل كتير نص ملعب يستلم. ده من الدور المنوط بيه ولا المفروض اصلا ما يستلمش غير في الجزء الاخير او الثلث الاخير من الملعب؟ هو صلاح غالبا بيلعب براحته، بيلعب حر، يعني
ممكن يلعب في اي حته في الملعب ما عندوش مشكله بالنسبه لما يكون في منتخب مصر، ودي ميزه ان هو اللي قدامه ما يعرفش هو عايز يعمل ايه. بس هو في اخر ماتش لعب فرود، لعب فرود صريح فبقى ممسوك يعني بيسك من اثنين لان نلعب واحد، وده توجع حوالي اربعه والاربعه ما فيهمش حد كان بيلعب لقدام يعني الاربعه متمركزين في الخلف خط الدفاع. يعني هو بشتى الاحوال احنا عمرنا ما هنبقى وحشين زي الماتش الاولاني. الماتش الثاني الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى فيه قوه دفع احسن، وهيبقى اللعيبه اللي عندها رهبه او عندها حمى البدايه زي ما بيقولوا حمى البدايه الامور هتبقى كويسه ان شاء الله الماتش الجاي. طيب المباراه الثانيه مباراه الكونغو اوغندا، انا توقعت ان ممكن الكونغو تعمل نتيجه ايجابيه لان كونغو في افريقيا تاريخها اكبر من اوغندا واقوى أقوى. لكن في التصفيات انت قلت لي، بس لو جيت تبص في التصفيات هي بالنسبه للتصفيات اضعف من زيمبابوي اللي معناها في المجموعه. هم الاثنين كانوا في مجموعه واحده، زيمبابوي كانت في مجموعتهم وكونغو طلع الثاني المجموعه. وانا قلت من بدري قبل ما اعرف اصلا قوه الكونغو، قلت لهم المشكله عندنا في المجموعه دي من اوغندا بالظبط، لان اوغندا معاها مدرب كويس جدا. اوغندا ما فيهاش نجم، يعني ما فيهاش واحد تقول عليه ده نجمهم، بس فرقه تكتيكيا عاليه جدا، فرقه جماعيه عاليه جدا، لان كمان فيهم عدد لعيبه بيلعبوا مع بعض في نادي سيمبا. عاليه، فرقه عاليه جدا، فرقه كويسه. ما تخافش غير من الفرقه دي يعني، وحارس عنده خبرات بيلعب في سان داونز، حارس مخضرم، حارس كويس جدا جدا. فانا اتفرجت على الماتش ده، عملوا جيم تكتيكيا عالي جدا، يعني فكرني كده مثلا بفرقه اياكس لما كانوا في دوري ابطال اوروبا بيعملوا نتائج مهرونه، اللي هم 90 دقيقه بيضغطوا، 90 دقيقه بيدافعوا، 90 دقيقه بيضغطوا، بس مش هم طبعا مش زي يعني المثل ده، بس احنا فوقينا فوقينا منتخب اوغندا منتخب قوي، تكتيكيا عالي، بيتحركوا في مثلثات، مثلث هنا مثلث هنا، الكره المرتده بتبقى معموله بعنايه، بيعرفوا يطبقوا كويس قوي. هم بس عندهم كم عنصر كويسين، عندهم مهاجم كويس قوي، جناح كويس قوي، الجون كويس قوي، دول اللي فارقين معاهم. تقريبا فرود اسمه باتريك لعيب كويس. نتيجه المباراه 2-0 ده بيحتم عليك في مباراه الكونغو، مش تكسب بس تعمل سكور؟ انا اتمنى نعمل سكور عشان المباراه الثالثه ما تبقاش رايحه، بس هم برضو هينزلوا عامل حسابك وهينزلوا مقفلين، واخر فرصه ليهم. احنا مشكلتنا في كده، الفرق كلها هتنزل قدامنا مقفل، غير الفرق التقيله بقى، الفرق التقيله هتبقى نازله عارفه هي عايزه ايه الماتش. واحنا لغايه دلوقتي يعني مجموعتنا الحمد لله سهله بالنسبه للمجاميع كلها، احنا من اسهل المجاميع، معانا فرقتين كانوا في مجموعه واحده، والفرق اللي لعبناها كانت اول مجموعه، والفرق اللي جايه هي كانت ثاني مجموعه بتاعتها، صعدت كتاني. وكمان هم في الماتش اللي فات بتاع اوغندا ما كانش لهم اي فعاليه، غير نادرا غير بالزبط. نادرا، فاحنا ان شاء الله نعدي المجموعه دي بسهوله ان شاء الله، ما فيش صعوبه، لكن هي قصه في الاداء، انت ادائك هيبقى مقنع للادوار اللي بعد كده ولا ادائك هيبقى كسبنا والحمد لله احنا كسبنا خلاص، بعد كده تقابل فرقه جامده. طيب لو حطينا على الورق منتخب مصر بالامكانيات الفنيه اللي موجوده بمنتخبات اخرى، على الورق ممكن يكون المنتخب المغربي بامكانيات اللعيبه الموجوده اقوى مثلا. اكيد النهارده مع ناميبيا كان عندهم مشكله في انهاء الهجمه، عندهم مشكله في هو تقريبا في اخر وديتين برضو المغرب كان اداؤه سلبي، وحتى خسر وديه بس مش مقياس، ما انا عارف، بس هو بيجرب ما عندوش لكن المغرب كان عامل تصفيات كاس العالم رهيب في روسيا، رهيب، ما خسرش ولا ماتش وصعد، ومع رينارد محافظ قوي على قوام الفريق، مخلي الفريق شكل، لكن زي ما احنا قلنا في الاول ماتشات الافتتاحيه دايما بتبقى صعبه قوي، يعني ما فيش حد بيبقى في مستواه قوي غير نادرا، يعني السنغال عشان فريق بقى له اكتر من 4-5 سنين متماسك، وده من اقوى المنافسين على البطوله منتخب السنغال، المنتخب السنغالي رغم النهارده كان بيلعب مع تنزانيا وكسب 2-0 بدون ساديو ماني، ما انا بقول لك من اقوى الفريق، منتخب فريق عندهم فريق وطبيعه الانسان السنغالي طبيعه مطيعه، والمدرب اليو سي سي عنده خبرات كمان في افريقيا، يعني المره دي مش مستعينين بمدرب فرنسي او مدرب من خارج القاره الافريقيه، لا اليو سي سي عنده خبرات في الكره الافريقيه، وكان مدافع السنغال في بدايه الالفيه. تمام صح، ففرقه على الورق قويه ومرشحه. فعلا. طيب في مجموعتهم يعني النهارده السنغال كانت بتلعب تنزانيا، الجزائر حاليا بتلعب كينيا، شايف المستوى الفني لهذه المجموعه بنفس مستوى مجموعه مصر ولا المجموعه دي اصعب؟ لا اصعب طبعا، اصعب، معاك منتخب زي الجزائر منتخب تقيل، منتخب كينيا برضو على فكره منتخب مش سهل،
لياقه بدنيه عاليه بيتميزوا باللياقه البدنيه. منتخب مش سهل ومنتخب يعني عمل نتائج كسب غانا عنده 1-0 فيهم عناصر مميزه، فيهم محترف في اليابان، فيهم ناس محترفه في اوروبا على ما اتذكر، عندهم لعيبه كانت لعبت في قدام فرق من مصر هنا تقريبا جورماهيا الكيني كان مع الزمالك ف يعني عندهم خبرات كويسه، فدي تفرق معاهم ان شاء الله. طيب مجموعه اسكندريه، نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بروندي. امبارح كانت المجموعه دي نتائجها كلها مفاجاه. هي نيجيريا كسبت بس المكسب مش بالتوقع يعني كسبت بروندي 1-0 بهدف بروندي ضيعت يتيم، وبروندي ضيعت اهداف قد تكون مؤثره حتى فعلاً في شكل نهايه المجموعه. ايوه فعلا رايك ايه وتعليقك ايه؟ ما هي بيقول لك البطل بيتولد اثناء البطوله مش قبل البطوله. يعني بمعنى ان الفرق اللي بتبقى اقوى تماسكا اثناء البطوله وبيحافظوا على مستواهم وبيعلوا اثناء البطوله هم اللي بياخدوا البطوله. ما بديش قبل البطوله، يعني يوفنتوس احنا في دوري ابطال اوروبا قلنا هو اللي هياخدها. طلع من اصغر تيم موجود في النهائيات ساعتها. اللي هو اياكس كاعمار سنيه كخبرات لانهم فرقه متماسكه. بالظبط. فانا اتوقع ان التيم اللي هيتولد في البطوله هو هيبقى اصعب تيم. فلسه لغايه دلوقتي ما ظهرش ملامح لتيم عنده عناصر قويه وسرعات مثلا وفي نفس الوقت التيم متكامل في رايي لغايه دلوقتي غير منتخب السنغال. ده افضل تيم متكامل. طب مش تستنى شويه لما تشوف الكاميرون وتونس؟ الكاميرون حملت اللقب على فكره. حملت اللقب بالمجموعه الاحتياطي. والمجموعه الاحتياطي اللي ما كانتش هم ما كانوش هيجوا اصلا. ما كانوش موجوده في الجابون اساسا اخر بطوله. فما انا بقول لك هي مالهاش علاقه. هي شفت في البطوله دي الكاميرون ما جوش باللعيبه الاساسيين. اللي حضروا اللعيبه اللي هم كانوا الاحتياطي وخدوا البطوله. وكل المجاميع كانت فيها محترفين. مصر كان في ساعتها غانا تقريبا المغرب كلهم كانوا اقوياء تونس ومحدش خد البطوله كمان وخدوها من قدام منتخب مصر في الفاينل 2-1 ولعبه صغيره ده حقيقي. طب الكاميرون مرشحه، انا ملاحظ ان الكل عمال يتكلم ومحدش جاب سيره الكاميرون رغم ان الكاميرون حامل اللقب. يعني الف ب وانت بتقدم التوقعات في الترشحات اول واحد بيجي في بالك البلد المنظم اذا كانت طبعا قيمتها كبيره زي مصر في الكوره، واخر لقب مين فاز بيه منتخب الكاميرون. لا الترشيحات كلها رايحه السنغال، المغرب، مصر، نيجيريا، محدش جاب سيره الكاميرون. لان برضو هم على المستوى الدولي ما كانوش ظاهرين. كان نجوم يعني زي صامويل ايتو وسونج على الدولي مش ظاهرين قوي. حتى في كاس العالم الاخيره برضو ما كانوش تقريبا ما كانوش موجودين. ف مالهمش وجود دولي، فعشان كده احنا لكن احنا ساديو ماني قدامنا فشايفينه فعارفين منتخب السنغال قوي جدا. بالظبط. منتخب المغرب مليان نجوم، في نيجيريا مليان نجوم. بس نيجيريا كانت كويسه في الماتش يعني بيوصلوا، بس برضو انت لما بتنزل تلعب فرقه ضعيفه بيبقى شويه عندك بتسحب من مجهودك شويه، لكن بتنزل قدام فرقه جامده بيبقى بتنزل محضر لها اكتر ومركز اكتر. يعني البطوله هتبدا ان شاء الله بعد الدور اللي هي من دور 16 ودور 8. لا 8 دور الثمانيه. لان في 16 في احسن توالد اربع فرق. فمش هيبقى متكاس قوي. اربع فرق من 8 ماتشات. فتروح تلعب الثالث. فلسه مصر اذا صعدت اول مجموعه يا كابتن زياد هتلاعب ثالث المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه. يعني بمعنى صح واحنا بنتكلم على المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه يعني يا كينيا يا تنزانيا، اذا ما طبعا السنغال او الجزائر اول وثاني. لكن كينيا او تنزانيا مثلا جنوب افريقيا او ناميبيا وانجولا او موريتانيا. مع الوضع في الاعتبار ان مثلا المغرب وكوت ديفوار اول وثاني، تونس ومالي مثلا اول وثاني. انت بتتكلم في انجولا، موريتانيا، جنوب افريقيا، ناميبيا. اصعبهم تنزانيا، كينيا، اصعبهم انجولا وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا. دول اصعب. اصعبهم جنوب افريقيا. منتخب ناميبيا مش وحش بالشكل اللي ظهر عليه النهارده ده من المغرب. مش وحش. لا خالص مش وحش. كنا بنكسبهم بالثمانية. كنت كسبتهم قبل كده 8 في اسكندريه. المباراه الشهيره اللي جاب فيها بسيوني اربع اهداف سوبر هاتريك 5-0 الشوط الاولاني. بالظبط كده. لا الكره في افريقيا بتتطور قوي. بتتغير قوي. واللعيب دلوقتي اول ما بيطلع للدنيا بيقول لك انا عايز العب كره. وعندهم الامثله كتير فهم كلهم في افريقيا، بس في افريقيا كتير.
هناك بيعيشوا كوره بياكلوا كوره. اي اسره تتمنى ابنها يطلع عليه كوره لان بيسافروا على طول ما بيقعدوش. طيب امكانيات المنتخب المغربي النهارده هل هي امكانيات فرديه للعيبه لكن توليفه الجماعيه جوه الملعب ما كانتش متظبطه كويس؟ اه فعلا. يعني ايه اللي لفت نظرك النهارده في اداء المنتخب المغربي؟ تضييع الفرص طبعا. فرص كتير بتروح. هل افتقدوا عدم وجود حمد الله؟ هو انا اعرف مهاجم نادي النصر وهداف الدوري السعودي. طبعا طبعا هو في مشاكل يعني هو في مشاكل بس قالوا هيعلنوا عنها بعد البطوله مش دلوقتي. وده حاجه تحسب لهم وحاجه تحسب للاعيبه اللي خرجت ما اتكلموش برده. محدش فيهم قال حاجه سواء لاعب النصر او سواء علي معلول. علي معلول مع المنتخب التونسي. قالوا لا احنا مش هنتكلم دلوقتي. تحسب لهم في مشاكل في الفرق دي لان الفرق اللي فيها نجوم كتير اعرف بيبقى فيها مشاكل رسمي وبالذات في العرب. مين لفت نظرك النهارده في المنتخب المغربي؟ فرقه فيها حكيم زياش حكيم مبارك بصوفه نور الدين مرابط ونور كان كويس برضو. هم محتاجين يعني ايه يعني كانوا يهدوا شويه النهارده. يعني الموضوع النهارده كان في مجازفه شويه يعني ممكن منتخب كان ياكل جون في اي وقت في اي وقت كان ممكن لو كان يجي فيهم جون مثلا في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه كان الموضوع بقى صعب. كان هيبقى اصعب لو مصر كانوا مش قادرين يترجموا الفرص اللي جات لهم. جالهم فرص كتير قوي. والكوره ملهاش كبير. طيب الكوت ديفوار وجنوب افريقيا قدام المغرب في المستوى الفني النهارده زي نابيبيا المستوى الفني هيبقى اقوى؟ يعني كوت ديفوار لما تيجي تنزل قدام المغرب او المغرب لما تيجي تلعبهم المستوى الفني هيبقى اقوى اكيد. طبعا هو هيبقى ماتش ليه حسابات ثانيه خالص. فبتتكلم في منتخبين اقوياء جدا. فالموضوع هيبقى مختلف واسماء تقيله قوي. هتفرج على كوره كوره بقى ساعتها. مش اندفاع. مفيش اندفاع. طيب هل تتوقع ان المغرب ممكن تتصدر المجموعه دي؟ اتوقع. تتوقع؟ اتوقع. هي دايما كعبها على كوت ديفوار. يعني اخر تصفيات كاس عالم المغرب هي اللي صعدت وكوت ديفوار ما تاهلتش. ايوه لا اتوقع. لكن مع جنوب افريقيا عمر المغرب ما كسبت جنوب افريقيا في كاس الامم. لا والله. تخيل يعني المغرب بكل تاريخها في بطولات الامم كسبت اتعادلت خسرت لكن مع جنوب افريقيا تحديدا ساوث افريكا ولا مباراه المغرب قدرت تكسبها. لا المغرب السنه دي فريق تقيل. المغرب فريق تقيل وعندهم طفره في كل فرق المغرب. نهضة البركان عندهم الرجاء عندهم الوداد فرق بتوصل نهائيات فمن جوه البلد نفسها بقت منظمه جدا فاكيد المنتخب هيبقى حاجه محترمه السنه دي. طيب عايز اعرف تاثير اللاعب الدولي اللي هو كان لاعب في منتخبات الشباب والناشئين مع الفريق الاول بما انك انت كنت طبعا لاعب ناشئ ولعبت منتخبات شباب ناشئين وصعدت درجه اولى قبل كده. اللعيبه الصغيره مدى تاثيرها لما بتلعب مع المنتخبات الكبيره او لما بتلعب منتخبات ناشئين وشباب وبتطلع تلعب منتخبات كبيره؟ هو دايما يقول لك اللي بيلعب منتخب شباب وناشئين بيفضل اسمه في منتخب طول عمره او يبقى قريب من المنتخب. لعيب منتخب زي ما بيقولوا مش لعيب نادي. لعيب منتخب وبالذات اللي كان بيلعب اساسي. لان انت من صغرك بتتعود على الضغط العصبي. تعود على تيشيرت مثلا لون منتخب بلدك منتخب مصر. فبتبقى خلاص الرهبه دي اتشالت والوهم اللي انت فيه خلاص انت لعيب منتخب مصدق ان انت لعيب منتخب بالظبط وتلعب تيم من جواك. يعني في كاركترات موجوده في الملعب يقول لك ده كاركتر منتخب. وفي لعيب يبقى جامد جدا في الدوري يجي يلعب في المنتخب ما يبقاش موفق يبقى مهزوز. بتبقى حسب الكاركتر اللي انت فيه او اللي انت تربيت عليه. فطبعا اي منتخب بياخد معاه لعيبه اعمار سنيه صغيره بيبني المستقبل. ده مقياس عليه منتخب المغرب؟ لان التوليفه دي موجوده مع رينارد بقى لها حوالي سنتين ثلاثه. ايوه انا قلت لك في ثبات عنده. في ثبات عنده وعمل اسم كويس قوي في المغرب هناك. عمل اسم كويس قوي وعمل تيم كويس قوي فعشان كده انا برشحه برضه للقب. يعتبر كمان ان منتخب المغرب السنه دي في البطوله دي تحديدا السنه دي بعد البطوله في ثلاث اربع لعيبه مرشحين للاعتزال. اعتزال اللعب الدولي. مبارك بصوفه نور الدين مرابط حكيم قصدي المدافع اللي بيلعب في اللي كان بيلعب في اليوفي. مهدي بن عطية. ثلاث اربع لعيبه سنها كبير ممكن تعتزل بعد نهايه البطوله. ما عندهمش مشكله هم في المغرب عندهم بدايل. لا مش كبدايل. ده مدى تاثيره ايه على الفرقه نفسها؟ ان في اربعه عايزين يختموا مشوارهم الدولي ببطوله واحنا بنتكلم على المنتخب المغربي. ودول اربع نجوم من العيار الثقيل. تبقى قوه دفع كبيره. طبعا لان اللعيبه اللي بتبقى كبيره في المنتخبات بتبقى جايه وخصوصا لما البطوله كانت بتتعمل في الشتاء. في وقت كانت بتتعمل في الشتاء فكان بيبقى في بطولات شغاله في اوروبا. دلوقتي البطوله معموله في الصيف. فاللعيبه كلها جايه وزي ما بنقول كده مش سابعه بتلعب مش خايفه. الاول كان اللعيبه بتيجي خايفه على رجليها. منتخب الكاميرون اعتذر.
عشان اللعيبه كانت خايفه على رجليها بالظبط, او انديتهم كانت خايفه. اه كانت في لعيبه الانديه في اوروبا كانت بتعترض على ارسالهم اللي كان التوقيت ده كان بيبقى توقيت حاسم في عدد من الدوريات. فالبعض كان بيعتذر. اه دلوقتي الدنيا توقيت احسن بكتير, و دي قوة دفع جامدة جدا لما يكون عندك أربع لعيبة كبار في السن خبرات تقال في المنتخب عايزين يختموا حياتهم في المنتخب ببطولة, بتدي قوة دفع لأي حد موجود في الفريق, هم بيكونوا القادة بتوع المنتخب فهتفرق جدا معهم. طيب اتكلمنا عن مصر واتكلمنا عن المغرب. تونس, شايف تونس في البطولة دي السنة دي مع مدرب برضو ليه باع طويل في الكرة الإفريقية ألان جريس. ألان جريس درب منتخبات إفريقية عديدة لكن لسه من فترة قريبة متولي المسؤولية. استبعد علي معلول, اختياراته برضو فيها نقطة ان هو عايز يغير الشكل بتاع التيم. هو منتخب الجزائر طول عمره قوي, طول عمره قوي, بس منتخب الجزائر دايما طول ما هو قوي بيخيب أملنا. يعني في البطولات الأفريقية الأخيرة ما كانش ليه وجود قوي, دي مشكلة منتخب الجزائر. حتى في الماتش اللي بيتلعب دلوقتي مع كينيا عاملة مباراة هايلة لكن لسه في تعادل سلبي. لا هيكسبوا كينيا, هيكسبوا كينيا, محاربين الصحراء. هم عندهم محترفين طبعا, عندهم فرقه تقيله, بس دايما بتحس اللي فيهم حاجه غلط. بس اقوى انا متوقع ان يكون اقوى خط هجوم في البطوله الجزائر, رياض محرز, بغداد بنجاح. انت بتتكلم في امكانيات فنيه ومهاريه لاثنين لعيبه على اعلى مستوى. اما هيكون هم في توليفه صح, اما هيكون هم بيحبوا بعض من جوه. يعني بيقول لك دايما اوضه اللبس فيها كلام كتير قوي, اوضه اللبس فجولي كمان. ثلاثه على اعلى مستوى قط اللبس, لو هم متماسكين هيكسروا الدنيا, زي ما احنا منتخبنا كان دايما بيبقى من المحليين وبنطلع ناخد البطوله لان اللعيبه متماسكه. وشنا حلو على الجزائر, في ركله جزاء للجزائر. مش لسه بقول لك الخط الهجومي في الجزائر قوي. ولا لعبه بغداد بنجاح يا فرود هيل. فرود ملوش حل, بغداد بنجاح من ايامك حتى في النجم الساحلي امكانياته الفنيه عاليه جدا وهداف. لا فرود هم في 1-0 للجزائر, بغداد بنجاح. كويس احنا جبنا السيره. احنا بنتكلم على الجزائر الخط. اصل انا ببص على المنتخبات اللي هتشارك في البطوله والخط الهجومي اللي قدام, شفت السنغال وشفت المغرب وشفت باقي الفرق, لكن بصيت على منتخب الجزائر لقيت الثلاثه اللي قدام كارثه. لا يعني صعب تشيل حد وتحط حد مكان تاني. لا الثلاثه ممتازين, بالذات بغداد بنجاح ورياض محرز. ده بيلعب هداف في افريقيا في, وبعد كده راح قطر, ورياض محرز في مانشستر سيتي, وحتى في حضور جماهيري في استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو. الجزائريين كتير قوي جايين الماتش. اكيد اكيد كتير. طبعا اكيد اكيد. لكن الجزائر في نقطه سلبيه تانية يا كابتن زياد, في مشاكل على مستوى المدربين في اختيار المدربين. يعني اخر سنتين جورج ليكنز المدرب اللي درب برضه منتخبات افريقيه, بعد كده جه رابح ماجر, بعد كده حاليا جمال بالماضي. مفيش استقرار فني في اختيار المدير الفني. ثلاث مدربين في اخر سنتين او في اخر سنه ونص, ده مدى انعكاسه على منتخب الجزائر, لان مش عايز احط مقياس مباراه كينيا بالمستوى الفني في هذه المباراه. انت لو جيت تبص الاسامي اللي جات لهم المدربين تقريبا افضل من الاسامي اللي جات لنا. بس على فكره عايز اقول لك على حاجه, نجم الكره الجزائريه رابح ماجر, الجمهور هناك كان غير متفق على وجوده كمدير فني, وكان في حمله رهيبه جدا على استبعاده. مش كل نجم في الكوره هيبقى نجم في التدريب, ومش كل واحد بيطلع يحلل في التلفزيون هيبقى مدرب كويس. هيبقى مدرب كويس. هي مالهاش علاقه, هي لها علاقه في الاختيارات, لها علاقه في طرق اللعب. وخلي بالك يا اصل منتخب الجزائر زي ما انت قلت في نجوم كتير قوي, انك تعمل توليفه كويسه وانك تكون غرف خلع الملابس اللي هي بيقول عليها انت متحكم فيها كويس قوي, دي كانت من اسباب رحيل رابح ماجر. عشان لعيب كوره بقول لك الكلام ده, غرفه خلع الملابس. غرفه خلع الملابس من اخطر الامور اللي بتبقى في منظومه الكوره بالظبط في الفرق الكبيره. الفرق اللي فيها نجوم دي المشكلة, انك تجيب مدرب يستمر ساعتين ثلاثة مع منتخب يكون فيه نجوم كتير مش سهلة. طب هل يقدر جمال بالماضي بما انه تلميذ رابح ماجر انه يحقق ما فشل فيه استاذه؟ ممكن يبقى اذكى في التعامل مع اللعيبة. اذكى في التعامل مع اللعيبة؟ ممكن. هو نجح في الدوري القطري. رغم ان كان عنده مشاكل مع الاعلاميين والصحفيين في اللي بيغطوا الرياضة هناك في الدوحة. مش مشكلة, اهم حاجة هو يكون جوه التيم بتاعه متحكم فيه. ويكون مسيطر عليه, ويكون اللعيبة بتحبه وما بتكرهوش. دي اهم حاجة في المنتخبات. يعني كابتن حسن شحاته ثلاث سنين ثلاث مرات ياخد البطوله بالظبط, لانه كان اللعيبه كلها بتحب كابتن حسن شحاته لغايه دلوقتي, حتى تشوفها في كل اللعيبه اللي دخلت المنتخب وخرجت بيحبوا كابتن حسن شحاته. بالمناسبه المنتخب الجزائري هو المنتخب العربي الوحيد اللي بيدربه مدرب وطني. يعني مصر كله اجنبي, مكسيكي, المغرب فرنسي هيرفي رونار, تونس ألان جريس, لكن الجزائر مدرب وطني جمال بالماضي. ده هو طبعا يعني على المستوى الفني مش مقياس, لكن
على مستوى القرب من اللعيبه، الروح، الحماس، تفرق مع الجزائر عن باقي المنتخبات العربيه؟ طبعا تفرق كتير قوي لما يكون مدرب وطني وشال اسم بلده، عن تفرق عن مدرب جاي عارف ان هو لو خسر محدش هيعلق له المشنقه، محدش هينتقده قوي، هيرجع بلده وياخد فلوسه. ودايما تلاقي المدرب العربي بياخد فلوس اقل بكتير قوي من المدرب الاجنبي، لكن في نفس الوقت هو حاسس بالمسؤوليه قوي. ده الفرق بين الاثنين. طيب المنتخب العربي الخامس موريتانيا، المرابطون حظوظه في البطوله ازاي؟ وطبعا صعوده او تاهله ده لاول مره وانجاز تاريخي بالنسبه لهم، لكن في موجودين في مجموعه تونس وانجولا ومالي. انا رحت موريتانيا. رحت موريتانيا؟ رحتها. طب احكي لي بقى. وصديق رئيس الاتحاد احمد ولد يحيى شخصيه محترمه جدا، الناس هناك قمه الاحترام، منظمين جدا، هم بيكلموا عربي وفرنساوي بس مش عربي قوي، في ناس فيهم بتتكلم عربي مكسر. ماشيين على خطه مدروسه بقالهم اكتر من ثلاث سنين. تمام. وجايبين مدربين من بره القطاعات الناشئين هناك، وهي بلد مش 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 غنيه قوي، بلد عاديه، بس منظمين جدا، محترمين جدا، ماشيين على خطه ثابته، كل سنه بيبقى احسن من اللي قبلها. انت لو تاخد بالك من اربع خمس سنين ما كانش في موريتانيا. بس هل ده بسبب وجود احمد ولد يحيى؟ وجوده في الاتحاد الافريقي، وجوده في الاتحاد الدولي، وراجل شاب على فكره كمان، شخصيه منظمه جدا. اتعاملت معاه على المستوى الشخصي؟ اتعاملت معاه كتير. شخصيه منظمه جدا ومحترم، وهو عارف وعايز ايه، وعنده بعد خطة نظر استراتيجيه، عنده بعد نظر رهيب يعني، وبيعمل شغل كويس لبلده. ايه اللي شفته هناك يا كابتن زيات؟ ايه اللي شفته هناك؟ هناك هي المشكله هناك اللي هم ما عندهمش سبونسر، ما عندهمش صرف. ما عندهمش صرف. يعني تخيل كل اللي هم في الوقت ده من غير صرف، يعني اقصى نادي هناك ما بيدفعش اللعيب مثلا $10,000 $10,000 او في السنه. في السنه. ومع ذلك منتخبهم وصل لل، بس في لعيبه محترفه كتير، محترفين خارج موريتانيا. بس لو جيت تبص بقى على منتخب الشباب هتلاقيه بيعمل نتائج، منتخب اولمبيا هتلاقيه بيعمل عمل قاعده من تحت. بيعمل قاعده. بيعمل قاعده، هو ده اللي عمله كذا منتخب في بره، بيعملوا قاعده من تحت. فهو ميزه الراجل هناك ان هو منظم، بيبص لقدام، بيعمل خطط مستقبليه، مش جاي يمسك ويعمل شويه ماتشات ومصالح ويمشي، لا ده جاي عايز يخدم المنظومه في بلده. وفعلا موجود في مجلس الفيفا، فعارف النظم والاستراتيجيات، وشاب. مين في منتخب موريتانيا بما انك انت سافرت هناك ممكن يكون عليه الضوء؟ لو تعرفهم ولا هم كلهم محترفين؟ هم عندهم لعيبه كتير قوي، عندهم ادانا كان في تركيا، وعندهم مولاي احمد خليل، ده كان من احسن اللعيبه اللي في المنتخبات المحليه اللي لعبوا في كذا بطوله، بطوله افريقيا المحليين. كان مكسر الدنيا في كذا بطوله، وعندهم لعيب كان محترف في الجزائر صغير في السن، لعيب كويس برضو جدا، دول اللي اتذكرهم بس تقريبا. ممكن يعملوا مفاجاه في المجموعه ولا صعب قوي؟ تونس وانجولا ومالي هيكونوا حائط صد لده. ممكن ايه؟ ممكن يعملوا مفاجاه. ممكن. البطوله المره دي تتوقع ان ممكن بروندي، مدغشقر، موريتانيا، حد فيهم موجود في دور ال 16 ولا صعبه؟ مش هبان دلوقتي، هبان لما لعبوا فرقه جامده. اي فرقه هتعمل مفاجاه هنبدا نحط العين عليها. دلوقتي لا، هم لعبوا بعض، وحتى الفرق الضعيفه لما لعبت فرقه جامده في الاخر خسرت. قدموا مستوى كويس بس في الاخر كان منتخب، بس اوغندا هو اللي بدات الناس تبص عليه، لانه منتخب منظم وعنده عناصر مبشره. يعني عندهم فرقه 23 سنه في حرب الوقت عليه. 23 سنه. اسمه ايه؟ لا كنت كاتب اسمه باتريك بوكو. باتريك بوكو. ده لعيب امكانياته عاليه. ده كويس. تمام. طيب عايز على جزئيه تغيير ميعاد البطوله، انت قلت ان دي فايده ان كل الفرق او كل اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه هتكون حريصه تكون موجوده. عايز اعرف انت كاحساسك كلاعب وانت بتلعب في منتخب بلدك وفي التوقيت ده انت خلاص مش على ذمه النادي، فانت كل تركيزك مع المنتخب. ده انعكاسه ايه على باقي اللعيبه جوه الفرقه، جوه المنتخب، وانت كنجم لهذا المنتخب؟ يعني ساديو ماني لما يكون جاي مع منتخب السنغال وعايز يحقق البطوله عشان الكره الذهبيه في نهايه السيزون، في نهايه السنه،
ده انعكاسه على باقي اللعيبه لما تشوف نجم الفرقه جاي هدف البطوله. انضباط في التيم ويديهم دفعه قويه جدا. لما اكون فرقه مثلا ومعايا لعيب كبير منضبط وجاي عايز يعمل حاجه، انا غصب عني هكون عندي دم وموت نفسي واعمل زيه على الاقل. صح. فهو بيبقى دفعه الناس كلها زي محمد صلاح يعني. محمد صلاح في الماتش بتاع الصعود لما دخل فينا الجون شفته كان بيموت ازاي، ويلا وما فيش مشكله وارجع، وقعد يشاور اللعيب لغايه لما الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا بيلين وحط جون. هدف تريزيجيه، لكن انت ذكرت حط جون، هدف تريزيجيه شايفه ان هيكون علامه مسجله هتتكرر كتير في ظل ان المراقبه كلها هتبقى على محمد صلاح؟ اه كلامك صح، بس هيدور حراسه منه. تريزيجيه من اللعيبه اللي على المستوى الفني مش عايز اقول مظلومه، لكن محدش حاسس بيه ودوره لا يقل عن دور محمد صلاح في المنتخب. فعلا لعيب كويس قوي، لعيب كبير قوي. هو مشكله تريزيجيه ان هو معهوش وكيل لاعبين قوي في اوروبا يسوقوا بشكل كويس. بالظبط دي مشكلته الوحيده. ان هو اتعامل مع كذا حد. انا عارف القصه، محمد صلاح الناس اللي كانت معاه غيره. في كل المراحل فرقوا معاه بالظبط وعلوه، ده الفرق بما يكون. لا ومرحله تشيلسي مع محمد صلاح اتغيرت لما غير الايجنت بتاعه. حصل ما راح في حته ثانيه خالص. دي مهمه مش مهم يعني بره في اوروبا مش لازم تكون لعيب جامد قوي، على قد ما لازم الناس اللي بتسوق القصه بالنسبه لك تكون جامده جدا. ان يعني هناك في اوروبا كل نادي له وكيل بيتعامل معاه والوكيل ده بيتعامل مع الناس الثانيه، فشبكه العلاقات اللي موجوده بره مهمه. فتريزيجيه لعيب كويس قوي، لكن اتظلم كتير في عالميا. لا خالص، لا الراجل بيلعب كويس وعلى فكره تريزيجيه انسان محترم، انت عارف انسان طيب قوي. انسان طيب قوي يعني، مش قلب طفل. قلب طفل، فالموضوع مش في دماغه يعني. بالظبط. لكن هو يستاهل اكتر من كده. البطوله دي بالنسبه له تحدي. هو تريزيجيه في اي ماتش لعبه لغايه دلوقتي هو تريزيجيه بيموت نفسه، ما بيتخاذلش في يوم من الايام. لكن هو منتظرين منه كتير فعلا، لان احنا مش عايزين نحط الحمل كله على محمد صلاح. تريزيجيه برضه ما يقلش عن محمد صلاح، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا، لان محمد صلاح فعلا زي ما انت قلت هيبقوا مركزين عليه. عامل له مليون حساب. بالظبط. طيب مين اللي ممكن يفيد المنتخب في الفتره القادمه لو تم الاعتماد عليه بغض النظر عن التشكيله اللي بدات مباراه زيمبابوي؟ مين من على الدكه ممكن نشوفه في مباراه الكونغو؟ ولا انت شايف ان اجير هيستمر بنفس التشكيل؟ احمد علي. تتوقع ان احمد علي يلعب؟ احمد علي اتمنى ان هو يلعب، واتمنى ان هو يشارك بصفه اساسيه. مروان خد فرص كتير، واتمنى برضه اللي هو يكون افوق من كده. في كوكا برضه، بس كوكا برضه ما قدمش في اي بطوله جماعيه، ما كانش موجود. بالظبط المستوى اللي يخليك تفكر فيه. ورده مش وحش يعني، ورده بيقدم المطلوب منه. وليد سليمان لعب كويس جدا طبعا، وليد سليمان جدا، بس وليد برضه لما نزل الماتش اللي فات كان لعبه كله ورا او للجنب، ما لعبناش لقدام. انا ما اعرفش ايه اللي حصل الشوط الثاني. هي تكلفات مدرب ممكن، الله اعلم. صح، ممكن. اصل دايما في مقوله وانا ما اعرفش صحتها من خطاها، يعني انتوا قعدتوا في اللعيبه قدره وانتوا موجودين في اوضه اللبس، يقول لك الشوط الاول شوط اللاعبين لكن الشوط الثاني شوط المدربين. فعلا. طب لما الفرقه تبقى الشوط الثاني مستواها اسوء من الشوط الاول، يبقى المدرب قال لهم ايه بين الشوطين؟ هو تلاقيه خاف على الماتش. معقوله؟ ماتش افتتاح والاستاد مليان ومصر كلها بتتفرج، 1-0 اخرج بيه احسن. في ظل ان انا الفرود اللي عندي ما كانش فايق ساعتها، فاكتر في نص الملعب محمد صلاح برضو هيفيد في المكان ده، بس هو للاسف ما لعبش صح. وبرضو في نقطه سلبيه خطيره جدا انا حسيت في اول ماتش، الا وهي في انخفاض في معدل اللياقه البدنيه. المنتخب اللياقه البدنيه ما كانتش في مستواها. ضغطنا منتخب زيمبابوي راكب الجيم، احنا معانا شويه لعيبه كوره كويسين بيحلوا لنا مواقف، لكن تكتيكيا احنا كنا واعيين شوط تاني. بالظبط. كابتن زياد انا بشكرك، شرفتني ونورتني، وكل التوفيق ليك، ونشوفك بقى كتير الفتره الجايه. شرف لي، تحت امرك والله. ربنا يخليك كابتن محمد. شكرا جزيلا ليك. كان لقاء فني القينا فيه الضوء على كل مباريات المنتخبات في البطوله الافريقيه اللي اتلعبت لغايه دلوقتي. الجزائر لسه بتلعب مع كينيا حتى هذه اللحظه، والجزائر متقدمه بهدف مقابل لا شيء، لكن بكره في ثلاث مباريات منهم مباراتين من العيار الثقيل. الساعه 4:30 كوت ديفوار مع جنوب افريقيا تكمله لمباريات المجموعه الرابعه، ثم افتتاح المجموعه الخامسه تونس امام انغولا، مباراه صعبه وقويه جدا، ومالي وموريتانيا في ختام مباريات غدا باذن الله بالنسبه لمباريات المجموعه الخامسه. كل الشكر لحضراتكم على المتابعه والمشاهده، نتمنى ان شاء الله نلتقي على خير خلال الحلقات القادمه، والى اللقاء.